هاي، من وجهة نظرنا الخوف يعتبر من المشاعر السلبية، بس العلم عنده شيء تاني يقوله. بحسب دراسة أجريت بجامعة كاليفورنيا، الخوف هو جهاز إنذار خاص بكل فرد بحذره من أي خطر، ومن دون هالشعور الإنسان معرض أكثر لعدم التعامل مع الحوادث، فإذن الخوف بيطول العمر. الجسم بيفرز الأدرينالين كردة فعل على التوتر، وبيصير بحالة من التأهب وبتزيد قوته وكمان نسبة التركيز، وبيعود ضغط الدم لمستوياته. الكورتيزول يلي بيفرزه الجسم عند الشعور بالخوف بيحقق التوازن بين الإفرازات بالجسم ووظائفها، فبيعزز يلي بيحتاجها الجسم وبيتحكم بمعدلات الإفرازات التانية يلي ما بيحتاجها بهيدي المواقف. الخوف مفيد على الصعيد النفسي لتجاوز الفشل ولعدم تكرار الأخطاء نفسها مجدداً. مين قال ما لازم نخاف من الخوف؟ أنا قال. بشوفكم بكره.